بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في درس جديد وشرح جديد. والنهارده هنشرح مع بعض برنامج Advanced RAR Repair، البرنامج المتخصص في فك او كسر اي كلمه سر لبرنامج من RAR مضغوط، وعملنا له باسورد واحنا مش فاكرين الباسورد. البرنامج ده هيفك لك ضغط البرنامج او الملف اللي انت ناسي الباسورد بتاعه بدون اي تعب واي مشاكل في ثواني قليله جدا. هنشرح البرنامج، انا حاطط رابط تحميل البرنامج في الوصف تحت الفيديو. مبدئيا كده ادي اهوت البرنامج هينزل لك مضغوط، هتعمل له انت فك ضغط. بعد ما تعمل له فك ضغط هيظهر لك هنا البرنامج، هتضغط على ضغطتين وتضغط على سيت اب. بعد ما تضغط على سيت اب هيظهر لك هنا شاشة اللي هي شاشة التثبيت بتاعت البرنامج. على طول كده هنضغط نيكست نيكست نيكست. بعد كده البرنامج هيتثبت تلقائي مع نفسه ويضغط على فينيش. بس اهم حاجة لو انت مش عندك علامة الصح دي حطها، وبعد كده اضغط على فينيش عشان البرنامج يفتح معاك على طول. بعد كده البرنامج هيفتح معاك عادي جدا، عشان بقى نفك ضغط برنامج ملف احنا مش عارفين كلمة السر بتاعته. مثلا كده نيجي نعمل كلمة سر الملف ونعملها اي حاجة، نيجي هنا نضغط على ضغط الارشيف، بعد كده نعمل تعيين كلمة مرور ونكتب اي كلمة سر، بعد كده نكتبها تحت تاني. بس يا رب اكون كده اكتبها صح زي اللي فوق. بعد كده نعمل حسنا ونضغط على اوكي. بعد كده هيظهر لنا البرنامج هنا معمول له كلمة سر اهوت. البرنامج ده معمول له هنا كلمة سر، نيجي هنا نعمل استخراج ونكتب مثلا كلمة السر اللي احنا كتبناها، هيقول لنا كلمة السر غلط. عايزين بقى نحل المشكلة دي ونفك الضغط من غير ما يقول لنا كلمة السر غلط ولا بتاع. نضغط هنا على الثلاث نقط اللي هم هنا دول، بعد كده نختار الملف اللي معمول له كلمة سر واحنا مش عارفين كلمة سر بتاعته اللي هو الملف ده، نضغط هنا عليه. وبعد كده هنعمل هنا الى ستارت ريبير، بعد ما نضغط على ستارت ريبير بعد كده نضغط اوكي. بعد كده البرنامج هينزل لك هنا مضغوط اهو، نزل هنا البرنامج، نزل هنا اهو مضغوط. الملف اللي احنا كنا عاملين له فك، عاملين له هنا كلمة مرور ونسيناها وعملناها فك ضغط ببرنامج Advanced RAR Repair النسخة المجانية والمفعلة، تمام. بعد كده هنبقى كده خلصنا الحلقة بتاعتنا، وإن شاء الله نلتقي في شرح جديد ودرس جديد، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.